حياتي مشكلتين في ذاتي مشكلة معاك مش لسهتك مشكلة وياك وقلبي مش لسهتك نحكي وياك هي مديرة معهد الملحون وسدد معهد الملحون بمدينة العرائش مشاركة بغينا نعرفوا جديد الناس المعجبين بهاد الصفحة هذه وبهاد الجريدة علاش لأنها تتبع الأخبار وكتتبع جميع الأنشطة اللي تتعلق بقنيطرة كنعرفوها عندها بالتالي الجديد ديالي الجديد أن الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر أيوة 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 استاذ لمياء النهاري تنبغي نقول لك تبارك الله عليك وشنو تبغي تقول لنا على هذا الحفل هذا والتجربه الاولى ديالك في التنشاط مرحبا مساء النور اولا شكرا كنيترا ترانسيس على هذا اللقاء التجربه الاولى ديالي ماشي هي اول مره هذه فالتجربه ديالي كانت في تونس وفي مصر اول مره تجربتي في المغرب كنشكر اولا مدير المهرجان مسيو احمد الهيقي على هذه المبادره لانني مسيو احمد الهيقي لانه هو اللي استدعاني باش نقدم هذا الحفل وشرف كبير كبير ليا وكان شرف كبير ليا ايضا انني نقدم حفل نسائي ومهرجان القنيطره النسائي في نسخته الثامنه وكنتمنى انني نشارك فيه في السنوات القادمه وشكرا ان شاء الله شنو تبغي تقولي للمراه المغربيه والمراه القنيطريه خاصه اولا جميع نساء العالم كنقول لهم من هذا المنبر كل سنه وانتن بالف خير كل سنه والنساء المغربيات الراقيات بالف خير المكافحات وشكرا جزيلا على الدعوه